أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم مستشارك الطبي. كل عام وأنتم بخير. منذ أيام قليلة كان حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن من أركان الإسلام. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنهم الحج ويتقبل منا صيام عرفة. أعزائي المشاهدين، حلقة اليوم تتحدث عن موضوع يهم ناس كتير جدا، وخاصة الرياضيين والعامة والأطفال. هذا الموضوع أعزائي المشاهدين هو خلع الكتف. خلع الكتف بالنسبة للكبار وللصغار وبالنسبة للناس كافة. ويشرفنا أعزائي المشاهدين أن يكون معنا في هذه الحلقة للحديث عن موضوع خلع الكتف دكتور أحمد منصور درويش، استشاري جراحة العظام والمفاصل ومدرس جراحة العظام بكلية الطب. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا حضرتك، اتشرفنا بحضرتك. الله يخليك. الله يخليك دكتور. موضوع خلع الكتف دوت موضوع بيهم ناس كتير قوي. بنلاقيه عند الاطفال وبنلاقيه عند الكبار. عاوزين نعرف ايه هو خلع الكتف بالنسبه للعامه، يعني الناس تعرف يعني ايه خلع الكتف. خلع الكتف ده من الحاجات اللي هي مهمه جدا، اللي ممكن تحصل في اي وقت، يعني ممكن تحصل في البيت، في الشارع، في اثناء تاديه الرياضه او الكلام ده كله. ده بيحصل ان المفصل بيتحرك من مكانه. واخد بحضرتك ان المفصل الكتف ده عباره عن كوره على طبق، والطبق ده حواليه كبسوله. الكبسوله دي بتحافظ على المفصل ان هو يتحرك الحركه الطبيعيه بتاعته من غير ما الكره اللي هي راس العظمه تخرج من مكانها. احيانا بيبقى في بعض الناس عندهم الكبسوله دي او الحافظه بتاعه المفصل دي ضعيفه، او يحصل اصابه فيها نتيجه حركه غير عاديه او اصابه قويه، او واحد عمل حركه غير مش متعود عليها، ممكن يحصل قطع في الكبسوله او الغضروف اللي مبطن المفصل، راس العظمه تخرج من مكانها. مجرد ما خرجت الكبسول ده بيبقى عامل حاجه اسمها زي باتون هول، بيسموها باتون هول، زي عروه الزرار، بيخرج ما رجعش يرجع تاني. في الحاله دي لازم العيان بيتنقل المستشفى ونحاول نرده له، ممكن بنج كلي ونرجع المفصل مكانه. بس المشكله بقى ان القطع ده ما بيرجعش لطبيعته. بيفضل الخلع ده مجرد ما حصل مره واحده احتماليه انه يحصل تاني بيبقى احتماليه قويه جدا. فبيبقى حاجه اسمها خلع متكرر. الحقيقه بيحصل في الاطفال نادرا، انما بيحصل في الشباب كتير جدا، وبالذات الناس اللي بيمارسوا الرياضه، خاصه الرياضات زي التنس، زي الهاند بول، كره اليد، او السباحه والسله، اللي هو بيستخدم ايده وكتفه. أيوه. كتير بتحصل برضه في كره القدم، لو في احتكاك على ايده احتكاك، او بيعمل ايده، حد شده من شده غير قويه شويه، غير طبيعيه، او شده قويه بيخلع المفصل من مكانه. طب يا دكتور، انواع خلع الكتف ليه انواع؟ يعني خلع الكتف دوت في انواع معينه او في اصابات كتير باشكال معينه؟ بينقسم خلع الكتف اللي زي ما قلنا، حاجه بتبقى اكيوت اللي هي حاده، وحاجه كرونيك اللي هي يعني ريكرنت متكرر. اللي ممكن يحصل مره ما يحصلش تاني، ممكن يحصل مره وبعد كده يحصل كذا مره، لان بيحصل ان الكبسوله بتاعت المفصل بتوسع، بتبقى كبيره، عامل زي ما واحد لابس حاجه واسعه عليه. فالمفصل ما بيبقاش ثابت في مكانه. في بعض الناس ممكن يحصل ان هو يعرف يخلع العلاج الطبيعي. بس العلاج الطبيعي بقى في حالات المناظير بيبقى مبسوطين جدا، بيبقى مرتاح، يعني احنا ريحناه طبعا، لان كان تملي في الجراحات التقليديه العيان ما بيرجعش لطبيعته. تيجي تقول للدكتور العلاج الطبيعي ما بيرجعش ليه؟ يقول لك ما الانسجه كلها فيها تليفات. صعب. انما في المناظير التليفات دي بتبقى ضعيفه جدا، حاجات بسيطه قوي، وتبقى سهله قوي دكتور العلاج الطبيعي، يبقى فرحان جدا
يعني عايز اقول لحضرتك دكتور العلاج الطبيعي لما بيجي له عيان عامل منظار بيبقى فرحان بيه جدا، لما يجي له عيان عامل جراحه عاديه بيبقى شايل هم بالنسبه له. لان النتيجه بتفرق، النتائج بتفرق، النتيجة بتفرق طبعا جامد قوي. وحضرتك احنا هدفنا ان المريض يوصل لنتائج كويسه. ايوه مش ان انت بتعمل عمليه وخلاص. عندنا دكتور هنا في مصر بقى يعني الغالبيه العظمى من الناس عندنا ناقصها الوعي الطبي، بمعنى للاسف النهارده هو عمل عمليه لخلع الكتف والعمليه دي نجحت الحمد لله، الدكتور قال له العمليه نجحت وهو خد كلام الدكتور ان العمليه نجحت، خلاص هو العمليه نجحت هيروح تاني يوم ينزل شغله ويعمل ويسوي، لا 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 طبعا، ولا هيبقى عنده فكره ان ممكن طبعا ايه اللي ممكن يعمله بعد كده، ايه فايده العلاج الطبيعي دي بعد كده، جدا كل ده بينساه. فياريت حضرتك تلقي الضوء على اللي بيعمل عمليه في الكتف او عمليه في العظم عموما او عمليه في الكوع او في الدراع، ايه اللي ممكن النصائح اللي بتقدمها له ان هو يعملها بعد اجراء العمليه. بص حضرتك انا كنت تملي اما بدرس في الجامعه بقول للطلبه ان العمليه مش اللي هي عمليه بس، لا ده العمليه ما قبل العمليه وما وراء العمليه وما بعد العمليه. ليه ما قبل العمليه؟ ليه؟ تجهيزاتك للعمليه اللي انت هتعملها عشان لما تيجي تشتغل تبقى كل حاجه انت عايزها جوه العمليه موجوده. ما تجيش تقول انا عايز مثلا كذا مش موجود، يبقى انت مش محضره. فدي مهمه جدا. كذلك برضو بعد العمليه، بعد العمليه ده مهم جدا المتابعه. ودي اهميتها زي اهميه العمليه بالظبط. ممكن العمليه تفشل بسبب ان بعد العمليه العام ما التزمش بالتعليمات. لان احنا حضرتك لما بنيجي بنخيط الغضروف بالمنظار، طبعا المنظار ده حاجه رفيعه جدا، يعني بنخش بيبقى انبوبه كده رفيعه جدا وبندخل منها خطاف صغير قوي كده، حاجه مثلا 2 مللي مثلا، وفي بعض الاحيان 5 مللي يخش جوه الانبوبه دي، يخش جوه ونخيط بيه الغضروف. طيب لو واحد عمل حركه غلط بعد العمليه حاجه صغيره كده تتقطع يبقى وزن العمليه، واخد بال حضرتك؟ فدي مهمه جدا ان العيان يلتزم بالحركات اللي الطبيب الجراح قال له يعمل كذا وما تعملش كذا لفتره معينه لغايه ما يحصل التئام كامل للانسجه. مجرد حصل التئام كامل للانسجه خلاص بعد كده العيان انا اقول له اعمل انت عايزه. الحمد لله انا بعمل لعيبه هاند بول او تنس او كده بيرجع يلعب، بس باخد مثلا حوالي من 3 6 شهور ويرجع ينزل يلعب لمستواه اللي قبل كده. وفي مقاييس معينه بنقيس بيها يعني العيان ده بيرجع قياسات، يعني قياسات طبعا، وفي سكور معين كده بنشوف العيان ده يرجع امتى لطبيعته للرياضه اللي كان بيمارسها ويلعب ايه وما يلعبش ايه. دي مهمه جدا العلاج الطبيعي والتزام العيان بالحاجات دي في غايه الاهميه زي اهميه العمليه بالظبط. انا طبعا اللي بقول للعيان انت لما بتعمل عمليه زي كده وعمليه مكلفه، عمليه مكلفه جدا، لا ما تضيعش العمليه دي عشان مش عايز تلتزم. انا قبل العمليه بقول له لو مش هتلتزم مش هعمل لك العمليه. وفي يا دكتور عامل مهم جدا بالنسبه ده للطبيب طبعا بيبقى الانسان اللي داخل يعمل العمليه طبعا. المريض جاي خايف ان مش هيحرك كتفه تاني، مش هيبقى طبيعي، مش هيبقى في العامل النفسي بقى اللي بيهيئه الدكتور بيهيئ المريض. ما هو ده عشان كان هو مثلا تملي اي حد بيجي له خلع متكرر او كده بيشوف بقى حد من قرايبه وحد من اهله عمل العمليه دي قبل كده، فبيسال يلاقي حد عمل جراحه ويلاقي كتفه ما بيتحركش فيقول لك انا برضو كتفي مش هيتحرك زي دي جراحه عاديه، عمل جراحه عاديه غير اختلفت عن جراحه المناظير مثلا. لا دلوقتي احنا بنشرح للعيان ونفهمه. انا عندي كمان مودلز في العياده بعرفه اقول له هنعمل ايه بالظبط، واحيانا بنعرض فيديوهات للعيان عشان يعرف. ودلوقتي اليوتيوب ما خلاش دلوقتي ايوه العمليات ممكن يشوفها على اليوتيوب ويشتغل بالظبط كده على النت، ممكن يشوف العمليات هيعمل ايه. والحمد لله بيبقى العيان داخل العمليه مطمن والحمد لله نتائج كويسه جدا. فانا بنصح الناس طبعا المناظير دي حاجه تقدم هائل، وبنصح الناس طبعا تقرا وتبقى عندها ثقافه طبيه بس ان هي ما تبوظش العمليه بتاعتها. ننتقل يا دكتور لسؤال الاخر. دكتور النصيحة اللي ممكن نقدمها للرياضيين
ودول اكثر ناس عرضه لخلع الكتف. ده سؤال مهم جدا حضرتك، كويس ان حضرتك قلته قبل الحلقه ما تخلص. مهم قوي ان انت قبل ما ينزل الملعب لازم تسخن كويس قوي. في ناس كتير جدا ما بتهتمش بالتسخين قبل الاحماء، طبعا ضروري. مهم مهم جدا، وده بيحافظ عليه، بيحافظ على العضلات، ان العضلات بتبقى مهيئه ان هي تعمل مجهود عنيف. لو اللاعب ما عملش احماء كويس ممكن يتعرض لاصابه. ده بس مهم جدا، انصح اللاعبين او حتى اللي مثلا ممكن حد يعمل رياضه عاديه يبقى يعمل اول احماء او استرتشات اللي هي اطار العضلات وكده، دي بتهيئ العضله ان هي تشتغل كويس وما يحصلش اصابه في الاوتار وفي الاربطه بالنسبه للمفاصل. رباط البيوت هم بيشيلوا حاجه تقيله او كده يخلي بالهم، دي مهم قوي يعني. يبقى في وضع صحي طبعا، مش هينفع نتكلم دلوقتي على القصه دي. أيوه. يبقى في حلقه ثانيه ان شاء الله. انما ان شاء الله لازم مهم قوي يهتم بالوضع، ان هو بيشيل ازاي وبيتحرك ازاي والالتواء ازاي والكلام ده كله. احنا في نهايه هذه الحلقه يا دكتور بنشكر حضرتك، وعلى امل ووعد ان شاء الله يكون في حلقات اخرى مع سيادتك. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذه الحلقه نتقدم بشكر للدكتور احمد منصور درويش استشاري جراحه العظام والمفاصل، على امل ان يتجدد اللقاء. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.